أكبر مهرجان في مدينة الكرم، مهرجان الزيت والزيتون الأول في المحافظة. والآن نلتقي عضو المجلس الوطني الاقتصادي ورئيس مجلس الإدارة في بنك القدس، وأيضا هو الراعي الاستراتيجي لهذا المهرجان، السيد أكرم جراب. سعد مساء. أهلا وسهلا. يعني بالبداية أطلق عليك في المهرجان السفير الاقتصادي لهذا المهرجان، وبالتالي بالبداية قديش سعادتك في هذا اللقب اللي حظيت فيه اليوم في مهرجان تركيا؟ هذا شيء أفتخر وأعتز فيه، وهذا إثبات أن الشعب الفلسطيني شعب لا ينسى أحد، وحيكون هذا الموضوع يعني حنستمر في النشاطات وخدمة مجتمعنا والمساهمة الفعالة بكل ما يخدم مصالح شعبنا وبكل ما يخدم أهلنا، وهذا جزء من الواجب. وأمامنا مشوار طويل من العمل والجهد، وهذا المهرجان حقيقة كتجربة أولى أثبت كم هو شعبنا مبدع وقادر أن ينتج وأن يعني يستكين رغم كل هذه الظروف الغير طبيعية والصعبة، قادر أن يبدع وأن ينتج وأن ينجح. نعم، يعني سيد أكرم في بنك القدس وأنت عضو مجلس إدارة، اليوم هو الراعي الاستراتيجي لهذا المهرجان، وبالتأكيد هذا يتزامن أو ينسجم مع الرؤية والاستراتيجية التي يعمل فيها بنك القدس من دعم المهرجانات الفلسطينية وتحديدا المهرجانات الوطنية. هو بالنسبة لنا البنك هي سياسة ثابتة، الخدمة المجتمعية ومساهمة في تنمية ودعم الاقتصاد الفلسطيني، لأن البنوك عادة دورها الرئيسي هو دعم وتنمية الاقتصاد، وهذا جزء من استراتيجيتنا ومن جهدنا. وكل سنة من السنوات الماضية بنزيد يعني بنقدم معظم النشاطات كان رياضية أو صحية أو مجتمعية في نقدمها، وفي نسبة محددة من أرباح البنك مخصصة لهذا الموضوع. طبعا معظم السنوات بزيد هذا المبلغ، لكن يعني استجابة للحاجات. مش رح أكون متحيزة كثير، لكن أنت ابن طول كرم واليوم موجود في جامعة خضوري في طول كرم، عن ساعتك بالشركات المشاركة في هذا المهرجان كونك كمواطن، خلينا نحكي حاليا وليس كعضو مجلس إدارة. أنا رئيس مجلس إدارة البنك، هي حقيقة أشعر بالفخر والاعتزاز، وبالنسبة إلي شيء بفتخر وبعتز أكثر، يعني لأني ما شفته اليوم هو شيء مفاجئ. بهالظروف وإمكانيات يستطيع أهالي طول كرم أن يعملوا هيك مهرجان وأن يقوموا بهيك نشاط، وبالذات في مجالات مختلفة، بشوف على الصناعة، بشوف زراعة، بشوف منتجات أخرى، وهذا بشجعنا أكثر دائما التعريف بمنتج الصناعة والزراعة والتجارة في منطقة طول كرم اللي مفروض يقدم إلى كل الدعم والمساعدة والمساهمة. وإحنا كبنك مش فقط بنساعد، يعني عم ندعم وعم بنعطي تسهيلات ونمول هذه المشاريع اللي بتخدم المنطقه. شكرا جزيلا السيد اكرم جراب، السفير الاقتصادي لهذا المهرجان وعضو مجلس الاداره في بنك القدس، الراعي الاستراتيجي لمهرجان الزيتون الاول في طول كرم. مكملين ومتواصلين عبر الشاشه وايضا عبر الموقع الالكتروني والبث المتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.